دبلوماسي إسرائيلي يخرج عن المواقف التي اتخذها سياسيون إسرائيليون من الاتفاق السعودي الإيراني ويعتبر أن ما حصل يصب في مصلحة إسرائيل، ومصادر بريطانية وأمريكية تتحدث عن تعاون استخباراتي بين السعودية وإسرائيل وتحلل تأثير الاتفاق عليه. على عكس ردود الفعل الصادرة من إسرائيل بعد إعلان الاتفاق بين السعودية وإيران، أبدى مسؤول إسرائيلي ترحيباً بهذا الاتفاق. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف من دون ذكر اسمه قوله إن اتفاق الرياض وطهران سيحقق مصلحة تل أبيب. بحسب المصدر، اعتبر المسؤول الإسرائيلي أن الحرب في اليمن أعاقت خطوات التطبيع بين المملكة وإسرائيل لأنها كانت مصدر إزعاج في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث رأى أن اتفاق الرياض وطهران قد يتمكن من إنهاء الحرب في اليمن ومن تحسين علاقة الرياض بواشنطن. المسؤول الإسرائيلي تابع مرحباً بما قد يحصل قائلاً إن تحسن العلاقة بين أمريكا والمملكة يجعل من التطبيع بين تل أبيب والرياض أمراً ممكناً. في السياق ذاته، زعم بروس ريدل المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط أن هناك علاقة تعاون استخباراتي سري بين السعودية وإسرائيل منذ أوائل الستينيات. ريدل ادعى أيضاً أن هذه العلاقة ستستمر بهدوء رغم الاتفاق السعودي الإيراني. تصريحات ريدل جاءت في تقرير نشره موقع سباي توك الأمريكي المهتم بالشأن الاستخباراتي. كذلك نقل سباي توك عن جيمس سبنسر ضابط سابق في المخابرات البريطانية وخبير في شؤون الشرق الأوسط قوله إن اتفاق استعادة العلاقات بين الرياض وطهران لن يؤدي إلا إلى سلام بارد. سبنسر اعتبر أن الاتفاق قد ينهي الحرب في اليمن، لكنه لن ينهي التنافس على النفوذ بين المملكة وإيران في أماكن أخرى، ولن يؤدي إلى علاقات دافئة بينهما. لذلك استنتج سبنسر أن المملكة وإسرائيل تحتاجان لاستمرار علاقتهما الاستخباراتية، وذلك للتعاون ضد الإرهاب. المتحدث توقع أيضاً أن يستمر التعاون في القضايا النووية، لكنه استبعد أن يستمر في قضايا أخرى مثل اليمن ومصر.